يلا يا باشمهندس انجز كده ياخد الكرنيه بلاش يلا يا باشمهندس. بص مش عارفين نركب خالص. بالنسبه لي الابلكيشن بتاعت الموفينج اير اند ستريمز، اول حاجه لما نيجي نتكلم عن الكورنر سيركت بتاعت الموفينج اير هيبقى هو عباره عن كويل بالشكل ده ومعانا ريزيستنس. الريزيستنس بتمثل الار ام والال هنا بيمثل الال ام. الال ام هنا والام هنا الفرق دي بالميتر. يبقى انا بتكلم عن ال بتاعت الميتر والار بتاعت الميتر. الار هنا هي الانترنال ريزيستنس بتاعت الكويل. الال هي الاندكتنس اللي بتتعمل نتيجه للكويل ومعاه الموفينج اير. في الحقيقه ان ال دي ما هي الثابته، ال دي المفروض ان هي فانكشن في مين؟ في الثيتا. لان لو كنت بتكلم على الكويل بدون موفينج اير هتبقى ال ثابته. نتيجه لوجود الموفينج اير وهتتغير مع كل تغير التيار اي مع كل ديفليكشن ثيتا هيبقى وضع الحديده في مكان معين. ده هيغير من الماجنتيك سيركتس وبالتالي هيغير من قيمه مين؟ الاندكتر. عشان نسهل على نفسنا بنعتبر الاندكتنس دي ثابته على الفول سكيل ريفليكشن وبنشتغل فيها كانها عباره عن كونستر. ده مجرد ابروكسيميشن مش اكتر من كده. انما في بعض المسائل هتلاقي مدي لك ال داله في الثيتا والتغير هنا مع الثيتا ممكن يكون من الدرجه الثالثه وفي بعض الاحيان من الدرجه الرابعه. يعني لو عندنا داله في الثيتا والثيتا سكوير نوصل لغايه ناقص الثيتا كيوب او الثيتا باور 4. المهم انا هعتبر الثيتا بالنسبه لنا مؤقتا ان هي ثابته خصوصا ان التغير في الثيتا بيكون في حدود 30 او 40 درجه. وزي ما قلت اعتراف ان ال ام ثابته للتسهيل مش اكتر من كده. الميتر ده وضعه بالصوره دي ما بيشيلش غير تيار صغير هو عباره عن الاي ام اللي هو غالبا بيكون في حدود الواحد ملي امبير. اذا الميتر بالشكل ده ما اقدرش استخدمه. فهنتكلم بقى لو جيت استخدمه اول حاجه كاميتر. لو جيت استخدمته كاميتر. كاميتر اوصل معاه شنط بالشكل ده. ادي هنا الار ام وادي ال ام هيبقى هنا في معاه ار شنط وال شنط. ده استخدامه كاميتر. المفروض ده التيار اللي احنا عاوزين نقيسه. هيبقى ده التيار اللي ماشي فيه الكويل او الميتر اي ام وهيبقى الباقي هنا ماشي الاي شنط في الصوره دي. ده الكونستراكشن او الكوفرنت سيركت بتاع الام اي اي لو استخدمته كاميتر. فبستخدم هنا شنط معايا عن طريق ال وعن طريق ار. طبعا ده عكس الموفينج كويل اكسبيرمنتس بالمجنت لان هناك كان كله دي سي فكنا بنعمل اكستنشن من ده لمين؟ الار بس. هنا عشان استخدمه كاي سي الاكستنشن عن طريق الار وعن طريق مين؟ ال. هنا بقى هتكلم عن الميتر ده في الاول لو استخدمته كدي سي. خد بالك لما اتكلم دي سي اميتر يعني بيتعمل كاليبريشن على ان هو دي سي. يبقى الكاليبريشن هنا الكاليبريشن معمول على ان دوت عباره عن هيستخدم دي سي. لما نيجي نبص على استخدامه كدي سي هنلاقي التيار اللي انا عاوز اقيسه هيتقسم للتو برانشز دول طبقا لمين؟ للريزيستور. لان الكويل يبقى عامل ايه؟ شورت. خلاص كده؟ يبقى معنى كده ان الاي ام اللي ماشي في البيتا
هيساوي التيار الكلي في المقاومه البعيده اللي هي ار شنت على مجموع الاثنين ار ام زائد ار شنت. ده الكلام اللي نقدر نقول بالنسبه للسيركت اللي عندنا اللي منها يبقى الاي بيساوي الاي ام مضروب في واحد زائد الار ام على الار شنت. لو جينا قسمنا او ودينا الاي ام الناحيه الثانيه هيطلع عندي هنا الاي على الاي ام هيساوي واحد زائد الار ام على الار شنط. ده الجزء الشمال بنسميه الام اي بتاع الدي سي اللي هو المالتبلاينج فاكتور اللي موجود عندنا، والجزء اليمين بيبقى واحد زائد الار ام على الار شنط. ده معناه ان الموفمنت الاصلي اللي كان بيقيس 1 ملي امبير هقدر اغير السكيل بتاعه بالشكل ده. يبقى من صفر لغايه اي ام هضرب الاي ام ده هو هضربه فيه الام اي بتاعه الدي سي يدينا التيار الجديد اللي هيتقاس. اذا احنا هنا مش هنغير حاجه في السكيل، كل اللي هنعمله ان احنا هنغير بس الترقيب بتاعه، بدل ما هو كان اي ام هيتضرب كل رقم في مين؟ في الام اي دي سي اللي هي بتساوي مين؟ بتساوي هذا الرقم. في الوقت ذاته انا بحط الشنط ريزيستنس بتاعتي على انها الار ام مقسومه على ام اي دي سي ناقص الواحد. يبقى هشوف ان انا عاوز احوله من 1 ملي الى 1 امبير، يبقى يصبح الريشيو دي تساوي 1000. يبقى كاني احط الار شنط تساوي الار ام على 999. عاوز احوله الى 10 امبير نفس الكلام. يبقى في الحاله دي الام اي دي سي دي هتتضرب بهذه الصوره. يبقى انا كده بتكلم على الام اي عملت له كاليبريشن كمين؟ كدي سي. لو بقيس دي سي يبقى انا هقرا صح. ليه؟ لان التيار هيتوزع اكوردنج للريزيستنس، التيار ده هيمشي فيه الام او الميتر هيدلنا ديفليكشن يتناسب بالظبط مع التيار هيتضرب في الريشيو دي الصح. طيب لو جيت استخدمته بقى نفس الميتر ده مع الاي سي ايه اللي هيحصل؟ هدخل منها تيار اي سي عاوز اقيسه ونفس التيار. لو كنت بتكلم الدي سي 10 هدخل اي سي برضه بكام؟ ب 10. هلاقي التيار هيتوزع ما بين الاثنين دول طبقا بقى المره دي لمين؟ ها؟ بالزد. وطبعا توزيعه الزد هتبقى مختلفه تماما توزيعه الاراضي. يبقى التيار اللي ماشي هنا صح ولا غلط؟ مش جاف. هيبقى غلط، لان لما اقول ان الاي بيساوي واي في ار على ار غير لما اقول اي بتساوي اي زد على زدات، خلاص كده؟ ده معناه ان التيار اللي ماشي هنا غلط. هيعمل ديفليكتنج تورك غلط. هيرجع هذا الغلط يتضرب في مين؟ في الام اي بتاع الدي سي اللي هو برضه غلط. يبقى يدينا قراءة ايه؟ غلط. يبقى اذا الميتر ده يقرا صح فين؟ في الدي سي، ويقرا غلط فين؟ في الاي سي. ده نتيجه ان انا بتكلم على اتعمل كاليبريشن للميتر ده في الدي سي. طيب تعالوا بقى نبص الناحيه الثانيه. لو عملنا كاليبريشن على الاي سي يبقى انا هعمل له ديزاين على ان الميتر ده هشغله على الاي سي. في حاله الاي سي هيبقى الاي ام بيساوي الاي مضروبه في الزد شنط على الزد ام زائد الزد شنط. هنا بقى توزيع التيارات حق الاي سي هيبقى طبقا للامبيرس. ده معناه ان الاي مقسومه على الاي ام هيساوي واحد زائد الزد ام على الزد شنط، اللي هي معناها انا بتكلم على الروتين سكوير هيبقى واحد زائد الار ام تربيع اوميجا ال ام تربيع تحت الجذر على ار شنط تربيع اوميجا ال شنط
تربيع تحت الجذب. يبقى المفروض في الحاله دي ان الام اي اي سي هتبقى هو الكلام دوت. خلاص كده؟ يبقى ده المالتيبلاينج فاكتور بتاع مين؟ بتاع الاي سي. يبقى لما هاجي ان انا اعمل كالبريشن للميتر اي سي اللي هيحصل ان انا برضه هحول من صفر الاي ام احوله الى اي ام يتضرب فيه الام اي بتاعه مين؟ الاي سي طبقا للصفر. اذا الميتر ده لو دخلنا له اي سي هيبقى صح. ليه؟ التيار هنا هيتوزع طبقا للاي سي. لما يجي يتضرب فيه المالتيبلاينج فاكتور بتاع الاي سي هيطلع لي التيار اللي ماشي هنا المظبوط. طيب تعالى نفس الميتر اللي اتعمل له كالبريشن على الاي سي، المره دي هدخله تيار ايه؟ دي سي. اللي هيحصل التوزيع اللي هنا هيتم طبقا لمين؟ المره دي للاراك اللي هيبقى شورت. يبقى التيار اتوزع هنا طبقا للار، وانا برجع اضربه هنا طبقا لمين؟ للست. يبقى هيقرا لي الدي سي ايه؟ غلط. اذا الميتر ده لما يتعمل له كالبريشن على الاي سي غير لما يتعمل له كالبريشن على الدي سي. الايرور هنا احنا نقدر نقيسه ونقول لك ان احنا دخلنا للميتر ده 10 امبير مره اي سي ومره دي سي. وهنقول لك احسب لنا نسبه الخطا مره ثانيه نفس الميتر ده وبدي لك الاراك والانلات وقلت لك احسب لي نسبه الخطا. هنحسب بقى نسبه الخطا ازاي؟ لازم الاول افترض ان انا عامل له كاليبريشن على مين؟ لو انا عامل له كاليبريشن على الدي سي يبقى هو بيقرا في الدي سي كام امبير؟ 10. يبقى الترو ريدنج 10 في حاله مين؟ الدي سي. يبقى الخطا هيكون موجود فين؟ الاي سي. هجيب الخطا ده ازاي؟ هدخل التيار هنا ال 10 دول الاي سي وهوزعهم طبقا لمين؟ للزد. جبت مين؟ الاي ام اللي هو ده. هقوم ماسك الاي ام اللي انا جبته هقوم ضربه فيه الام اي ده هي اللي هي واحد زائد الار شنط على الار مين؟ شنط. طبعا الترم ده مختلف تماما عن الترم ده. هيبقى في ديفرنس ما بين الاي اللي هي ال 10 مدخله وال 10 اللي هتتكلم. الفرق اللي ما بين الايرور اللي هيطلع هنا وما بين ده هو ده اللي بيديه نسبه مين؟ نسبه الايرور. خلاص كده؟ الميتر ده المفروض اليوزر بيستخدمه كاي سي وكدي سي زي ما قلنا من غير اي موديفيكيشن. طيب احنا عاوزين نوصل ان الميتر ده لو اتحط له اي سي او اتحط له دي سي يدينا نفس الريزلت. نفس الريزلت معناه لازم يتضرب في فاكتور واحد من الاثنين، يا اما يتضرب هنا يا يتضرب هنا، ولازم يكونوا الاثنين تيبيكال سواء كان دخلت له اي سي او دخلت له مين؟ دي سي. هنلعب على المعادله بتاعت الاي سي دي. نقدر نقول ان الام اي بتاعت الاي سي هنخليها واحد زائد هاخد الار ام كومن هيتبقى لي واحد زائد اوميجا ال ام على الار ام تربيع على الار شنط زائد مضروبه في واحد زائد الاوميجا ال شنط على الار شنط تربيع. اخدت من فوق ار ام كومن، اخدت من تحت ار شنط كومن. اللي عامل لي المشكله دلوقتي التو روتس، الروت اللي موجود فوق والروت اللي موجود تحت. لو طيرتهم مع بعض اقدر ان انا اخلي الريشيو او المالتيبلاينج فاكتور بتاع الاي سي هو نفسه بالظبط المالتيبلاينج فاكتور بتاع مين؟ بتاع الدي سي. ده بيتطلب مني في الديزاين ان اخلي ال ام على الار ام كنسبه بالظبط ال شنط على الار شنط. لو حافظنا على هذه الريشيو مظبوطه يبقى في الحاله دي انا بقول المالتيبلاينج فاكتور اللي هنا واحد زائد ار على ار هو نفسه بالظبط المالتيبلاينج فاكتور اللي هنا اللي هو عباره عن واحد زائد ار على ار. يبقى كده حليت مشكله الاي سي وايضا مشكله الدي سي. في الحاله دي ما عدتش بقى لما اتكلم على الاي سي ولا الدي سي يبقى انا بتكلم على دي هي اللي هتكون صح في جميع الاحوال. مشكله الكرنت ديفايدر ما فيهاش مشكله بقى خلاص،
لان في الاي سي هيعدي طبقا للزد وفي الدي سي هيعدي طبقا لمين؟ للار. ولكن الريشيو دي هتحافظ لي على ان حاله الاي سي بقت بالظبط زي حاله الدي سي. خد بالك ده العلاج بتاع الخطأ اللي كان موجود فين؟ هنا. لو بنتكلم على ميتر انا بستخدمه كموفينج اير، الكلام ده اوريدي معمول له في الديزاين. عشان كده لو حطيته على الاي سي 10 امبير هيقرا لي 10 امبير، لو حطيته على الدي سي 10 امبير برضه هيقرا 10 امبير. انما انا بتكلم لو ان الكلام ده مش موجود ايه الحل؟ لازم اعرف الخطا واعرف الميتر ده بيدينا خطا قد ايه. اذا الخطا موجود قبل قصه الار على ال بتساوي الار على ال. الابلكيشن الثاني استخدامه كفولتميتر. استخدامه كفولتميتر هنا احط معاه مقاومه سيريز هي الار اس، والمقاومه السيريز بتكون كبيره جدا عشان هي اللي هتشيل معظم الفولت اللي اطلعت عليه. الفي هنا هو التوتال فولتج تو بي ميجر. الفي ام هنا هو الفولت اللي موجود على الكويل او اللي موجود على الميتر. المفروض ان الميتر ده هيمر فيه هنا تيار مقداره اي ام، لان ما اقدرش اعدي فيه اكتر من الاي ام اللي موجوده عندنا. لما نيجي نبص على الفي هنا التوتال هلاقي الفي هي عباره عن اي ام مضروبه في الار اس زائد الار ام المفروض زائد الجي اوميجا ال ام. طبعا لو بتكلم على الاي سي، ده لو بتكلم على الاي سي، الفي ام هتبقى هي عباره عن الاي ام مضروبه في الار اس الار ام زائد الجي اوميجا ال ام. يبقى زي ما قلت في حاله الاي سي هيبقى الفي اهو وادي الفي ام موجود عندنا بالشكل ده. طيب لو جينا قسمنا الفي على الفي ام هيطلع لي ان الكلام ده عباره عن واحد زائد المفروض السين ده يبقى لي هنا ار اس صح كده على الار ام زائد الجي اوميجا ال ام. انا بتكلم هنا على الماجنتيود، يبقى الماجنتيود هيطلع لي في الاخر واحد زائد ار اس على الروت بتاع الار ام زائد الاوميجا ال ام. طبعا ده تربيع وده تربيع. طبعا هنا مش بنتكلم على الكومبلكس ولا الفيزر، احنا بنتكلم في الاخر على الروت من سكور فاليو، يبقى بتكلم على الماجنتيود. فانا حسبت الماجنتيود اللي موجود عندي هنا، يبقى ده المفروض هو الملتيبلاينج فاكتور بتاع الفولت في حاله الاي سي، اللي هو هنمسك السكيل بتاعنا ادي من صفر لغايه الفي ام، هضرب الفي ام ده هي هضربها في الموفل الام في بتاع الاي سي هيطلع لي الكابيتال مين؟ الكابيتال في اللي انا عاوز اقيسه. في الحاله دي انا بتكلم على اني اي سي كاليبريشن وهقيس اي سي فولت. لو انا بقيس اي سي فولت يبقى ده هيدلنا الفي دي اللي مظبوطه بدون اي مشكله، لان ده معمول له كالبريشن على مين؟ على اي سي. طيب لو عملت له كالبريشن على الدي سي، لو عملت له كالبريشن على الدي سي الكويل اخباره ايه؟ ها؟ شورت. يبقى في الحاله دي نقدر نقول ان الفي على البي ام كنسبه 1 زائد الار اس على الار ام. انا جبتها من هنا لما عوضنا عن ال بكام؟ بزيرو او اوميجا بمعنى اصح بزيرو، عوضت عن الاوميجا بزيرو. يطلع لي من هنا ان الملتيبلاينج فاكتور بتاع الفولتج في حاله الدي سي هو عباره عن 1 زائد الار اس على الار ام. خلاص كده؟ يبقى لما نيجي نعمل له كاليبريشن على الدي سي هيبقى ادي الفي ام.
هضرب ال في ام في المالتبلاينج فاكتور بتاع الفولت في حد الدي سي يديلك كابيتال في. طبعا ده دي سي وده ايه؟ سي. لو جينا بقى استخدمنا الكالبريشن بتاع الدي سي في الاي سي هيدي غلط، لان الفولت هيتوسع طبقا للزد. لو استخدمته كدي سي هيدينا صح، لان الفولت هيتوسع طبقا للار. العكس طبعا، لو كان كالبريشن على الاي سي وانا استخدمته في الدي سي يبقى توزيع الفولت طبقا للارات، مع ان كان المفروض يبقى التوزيع طبقا لمين؟ للزد. إذا في الحالتين دول بيدونا قيمة غلط. ونفس الكلام اللي قلته، إن لو حطيت الميتر ده حطيت عليه سي 100 فولت اي سي وكان هو كالبريتد اي سي، يبقى ال 100 دي هيتوزعوا طبعا طبقا للإمبيدنس اللي عندنا. هقدر أحسب نصيب مين؟ الفي ام بكام؟ من الفولتج ديفايدر رول. جبت الفي ام، هضرب الفي ام في الرقم ده هيطلع لي بالظبط ال 100 فولت. عشان كده لما بقول كالبريشن عن اي سي هيقرا صح. طيب جيت حطيت ال 100 فولت دول وانا اعمل له كالبريشن عن اي سي، حطيته المره دي ايه؟ دي سي. ايه اللي هيحصل؟ ال 100 هيتوزعوا على الار والار، يبقى نصيب الفي ام ده طبقا للار ام بس مش ال. لما هاخد الرقم ده هضربه في مين؟ للزد. هيطلع لي طبعا قيمه في الاخر غير المية، لان اللي انا عملته كله كان بالظبط خدت المية قسمتها في الدي سي على الرقم ده، طلعت منها الفي ام ورجعت ضربتها في الرقم اللي فين؟ الرقم ده. يبقى اكيد الرقمين مختلفين، يبقى لما هقسم واضرب على الرقمين دول هيدوا نتيجه مختلفه عن الوافر. الفرق بين الاثنين هو ده اللي هنثبت بيه مين؟ طيب نيجي بقى نبص ازاي نكنسل او نوفر كام هذا الايرور. هنا بقى قصه الريشيو اللي عملناها هنا ما عادتش تنفع، لان انا عندي هنا ار وار وال كلهم بقى مع بعض ايه؟ سي. الحل بقى نرجع للحل بتاع السيركس. مين اللي بيلغي الاندكتنس؟ الكباسيتنس او الكباسيتنس. يبقى في الحاله دي هنضطر نعمل على السيركت بتاعتنا مكسر. الكويل انا بسيبه، يبقى هاجي على الار سيريز اللي انا جبتها هنا احط عليها كاباستور سي اس بالصوره دي. خلاص كده؟ هنعمل حاجه قريبه من الريزونانس، حاجه قريبه من الريزونانس، بحيث ان اخلي السي اس دي تكنسل لي مين؟ ال ال. لكن في الريزونانس انت بتلعب يا اما في الكاباستور او الاندكتنس او ها الثالث الفريكونسي، لان انا عندي واحد على اوميجا سي وعندي اوميجا ال. عاوز اوصل في الاخر اوميجا ال تساوي مين؟ واحد على اوميجا سي. يبقى يا اما ان انا هغير في الفريكونسي، يا اما هغير في ال، يا اما هغير في السي. هنا انا ما عنديش فاسيلتي للتغييرات دي كلها. بمعنى ايه؟ الفريكونسي اللي بشتغل عليه ثابت وهو 50 هرتز، لان لما هاجي اعمل كالبريشن بالشكل ده لازم اكون عارف الفريكونسي اللي انا شغال عليه كام. اول حاجه. الحاجه الثانيه ان ال اللي موجوده عندي دي انا ماليش دعوه بيها، لان دي معموله عشان الميكانيزم بتاع الموفينج اير سيستم. يبقى اذا انا مش هتكلم فيه ال خالص، تعتبر ال بالنسبه لي ثابته. وكذلك السي اللي احطها ما اقدرش اغيرها، لان ده مش معناه ان الراجل هيشتري الجهاز لما هتقيس 100 فولت حط سي بكذا، وهتقيس 50 فولت هتقيس كذا، لا، يبقى السي هنا ثابته وال ثابته والفريكونسي ثابت. فعاوزين نكنسل دول بس بطريقه صح. هنلعب بقى عليهم على قصه الامبيدنس. اولا لو صوت لو بصيت على الامبيدنس اللي موجوده عندي كدي سي، الدي سي امبيدنس هنا او الكوفرنت ريزيست معناها صح، المفروض الكاباستور بيبقى اوبن والكويل بيبقى ايه؟ شورت. الكاباستور اوبن خلاص عندي هنا بس، وده شورت، يبقى الكوفرنت امبيدنس بتاعت الدايره دي من وجهه نظر الدي سي بكام؟ ار اس زائد ار ام، اي ار اس زائد ار ام. طيب لو شغلت الدايره دي كاي سي
يبقى الامبيدنس بتاعت الاي سي عباره عن مين؟ المجموعه دي سيريز، المجموعه دي بارلل، ودول مع بعض ايه كلهم؟ سيريز. يبقى الايكوفرنت اللي عندنا هو عباره عن الار ام زائد الجي اوميجا ال ام زائد المفروض الار اس في واحد على الجي اوميجا سي اس على ار اس زائد واحد على الجي اوميجا سي اس. دي الايكوفرنت امبيدنس بتاع الدايره اللي عندي. الترم الثاني ده هنزل الجي اوميجا سي تحت هيطلع لي الار ام زائد الجي اوميجا ال ام زائد ار اس على واحد زائد الجي اوميجا سي اس في ار اس. هضرب في الكومبلكس كونجيجيت عشان احول ريلو ايماجينري. يتحول الكلام ده الى ار ام زائد الجي اوميجا ال ام زائد تحت هيبقى عندنا واحد زائد الاوميجا تربيع ار اس في سي اس، فوق هيبقى عندنا الار اس في واحد ناقص الجي اوميجا سي اس ار اس. صح كده ولا في عندنا كمان ناقص تربيع وسي اس تربيع؟ انا ضربت فوق وتحت في الكومبلكس كله. الكاباستور بيكون في حدود المايكرو والار غالبا بيكون في حدود الكيلو. لما هنربع هلاقي ده كانه بالظبط 10 اس سالب 12 وده 10 اس 6. فطبعا يبقى الترم ده كله صغير جدا، فهنعتبر ان الاوميجا سكوير ار اس سكوير في السي اس سكوير اقل بكتير من الواحد. والمره الثانيه الكاباستور في حدود المايكرو يعني 10 اس سالب 6. لما يتربع يدينا 10 اس سالب 12. الريزيستنس بالكيلو يبقى لما تتربع تبقى 10 اس 6، يبقى كاني بتكلم محصله الاثنين دول هي عباره عن حاجه في 10 اس سالب 6. الاوميجا بتبقى غالبا 314 لان انا شغال ب 50 هرتز، فهلاقي 314 تقف في 10 باور نيجاتيف 6 كانها حاجه قليله جدا كومبيرد مع الواحد. ممكن نهمل ده كومبيرد مع الواحد. يتحول الترم بتاع الاي سي الى ار ام زائد الجي اوميجا ال ام مضروب الكلام زائد الار اس ناقص الجي اوميجا سي اس في ار اس تربيع. المعادله عملناها ريدكشن بالصوره اللي قدام منكم بالشكل ده. هحولها الى ريال والى ايماجينري. يبقى عندي الار ام زائد الار اس بلس الجي اوميجا في ال ام ناقص السي اس في الار اس تربيع. احنا عاوزين نوصل في الاخر لان الامبيدنس في حاله الاي سي هي نفسها في حاله مين؟ الدي سي، عشان يبقى المالتيبلاينج فاكتور في الاثنين سي. ده معناه ايه؟ لازم الايماجينري بارت يساوي كام؟ زيرو. يبقى في الحاله دي هخلي ال ام ناقص السي اس في الار اس تربيع تساوي صفر، يعني ان السي اس اللي هحطها هتساوي ال ام على الار اس تربيع. يبقى ده قيمه الكاباستور اللي هيتحط هنا عشان اخلي السيستم بتاعي ده هو عباره عن اي سي دي سي كاليبريتد ووف ميتر. في حاجه مهمه، ساعات بندي لك المقاومه الكليه بتاعت الفولتوميتر، يعني بندي لك الار اس ومعاها مين؟ الار ام. مجازا ممكن نقول ان السي اس دي تساوي ال ام على الار توتال، هي هي، لان طبعا المقاومه دي نيجليجبل كومبيرد مع مين؟ مع الار اس. لان انا لما اجي احول من 1 مللي فولت او 10 مللي فولت الى 1 ولا 100 فولت، يبقى كاني بضرب في 10 اس 5. يعني المقاومه دي 10 اس 5 ضعف المين لهذه المقاومه. فلو في المساله ادينا لك الار ام وادينا لك الار اس ماشي انا عارف القانون. ما اديلكش الار ام وادينا لك الار اس كامله، يبقى كان الار اس دي معناها مين؟ ار اس زائد ايه؟ ار ام. عاوز اي سؤال في الكلام ده يا استاذه؟ يبقى في الحاله دهيت احنا عندنا ان الزد اي سي اصبحت تساوي الار اس زائد الار ام.
ده بنسالك فيه في المسائل. لما بنيجي نقول لك احسب الايرور اللي هي القصه بتاعت ال 100 فولت اي سي او ال 100 فولت دي سي. بنقول لك الاول احسب الايرور، بعد كده بنقول لك ازاي تعالج هذا الايرور. علاج الايرور بتاع الاي سي دي سي في الفولتميتر انا بحط مين؟ وترسم الدايره دي ويتحط هذا القانون، وانت عندك قيمه ال ال ام وقيمه الار اس وتحسب لي تقول لي احط تماسكه هنا قيمته القيمه الايه؟ الفلانيه. نفس الكلام لو كنت بتكلم على الاميتر هتقول لي الايرور بقد ايه وترجع تقول لي ازاي يتعالج. حطينا مكان ال على ار كنسبه ال على ايه؟ على ار. هي قصه الايرورز اللي موجوده في الموفينج اير انسترومنتس. احد الايرور طبعا اتكلمنا عليها دلوقتي اللي هي قصه الاي سي وقصه الدي سي، ودي برضه هندخلها من ضمن الايرور الموجوده عندنا. لكن لما نيجي نتكلم عن الايرور لازم نعرف مصدرها ايه وكيفيه علاجها او كيفيه التقليل منها. اول نوع من الايرور بيقابلنا هو عباره عن انفريكشن ايرور. احنا بنتكلم على الموفينج اير اللي هي حته الحديد اللي متعلقه بالشكل ده. المفروض ان حته الحديد دي فيكسد عند البيفوت اللي موجود هنا في شكل دايره. يبقى انا عندي جزء موفابل اللي هو ده، وده بيعتبر فيكسد. ده معناه ان انا عندي جزء متحرك وجزء ثابت. اي حاجه متحركه وبتلامس حاجه ثابته لابد يحصل بينهم مين؟ فريكشن. الفريكشن ده بتبقى نسبته قليله ويكاد يكون مهمل، ولكن مع الوقت ممكن الفريكشن ده يزيد، خصوصا نتيجه الانفايرمنت اللي احنا موجودين فيه، سي عمليه اتربه او تراكم اتربه على هذا الجهاز او على الحته دي بالذات. الكلام ده كله بيزود من نسبه مين؟ الفريكشن. الفريكشن ده طبعا ما اقدرش احسبه بالظبط كام، لانه بيعتمد على الدست اللي ممكن يتكون على الجهاز، يعتمد على السرعه اللي بيتحرك فيها الموفينج سيستم. طبعا علاجه الوحيد ان لازم يتعمل مينتنس باستمرار او بريديكالي مينتنس في الوقت ذاته. لازم يتم تشحيم المنطقه اللي ما بين الجزء الفليكسد والجزء الايه؟ الموفينج. ده علاج الفريكشن ايرور. المشكله الثانيه او الايرور الثاني اللي هو عباره عن التمبريتشر ايرور. ده الايرور الثاني. ايه مشكله بقى التمبريتشر؟ انا بتكلم على كويل لو كان موجود عندنا بالشكل ده وبمشي فيه تيار، مش كده وبس، ده الكويل ده بيتعمل معاه مقاومه سيريز في الفولتميتر او امبيدنس شانت في حاله مين؟ الاميتر. التيار ده لما هيمر السلك ده له ار اللي هي الار ام، يبقى هيتعمل لي اي سكوير في مين؟ في الار ام. يبقى دي عباره عن الكبر لوس. الكبر لوس هتظهر لي بصوره مين؟ حراره او هيت. الهيت ده معناه هيزود لي التمبريتشر بتاعت مين؟ السلك. المقاومه بتاعت النحاس از دايركتلي بروبورشن مع التمبريتشر. يبقى كل ما التمبريتشر تزيد الار ام دي تزيد. لما الار ام تزيد اصبح السيركت بتاعتنا مش مظبوطه. ليه؟ لان الاميتر ده المفروض لو اتحط سيريز له ار وال معينه. الحراره ارتفعت معنى كده ان الار اللي موجوده هنا زادت. يبقى ده لما يتحط في السيركت معناها التيار اللي هيمر بيحصل ايه؟ يقل. طب لو مشغله كفولتميتر انا بحطه بارلل وعارف الامبيدنس بتاعته زد معينه، لو الحراره زادت اخبارها ايه؟ زادت. يبقى الزد زادت، يبقى نفس الفولت اللي موجود التيار اللي هيمر في الكويل هيحصل له ايه؟ يقل. التيار لما يقل معناها الديفليكشن يقل، معناها الريدنج يقل. طيب ايه علاقه الار بقى في التمبريتشر؟ علاقه الار ان الار دايما بتساوي ار نوت في 1 زائد الفا في الدلتا تي.
الدلتا تي هنا هو الفاريشن بتاع التمبريتشر اللي هي التي ناقص التي نوت. لو انا قلت ان انا حقيس المقاومه بتاعتي سيل عندي 25 درجه مئويه يبقى التي نوت بتاعتي 25 درجه مئويه. سيل المقاومه دي كانت بواحد كيلو اوم. يبقى طول ما انا شغال عند 25 درجه هيبقى الديفرنس اللي ما بين 25 و 25 بصفر يبقى الترم ده راح. يبقى الار بتاعتي ثابته عند كام؟ عند 1 كيلو. طب افرض انك انت خليت التمبريتشر زاد زي سبب بقت 30. ده معناه ان 30 ناقص 25 بقت الدلتا تي موجوده. لما تتضرب في الالفا، الالفا هنا هي عباره عن التمبريتشر كوفيشنت. الالفا هنا هي عباره عن التمبريتشر كوفيشنت بتاع الماتيريال. وكل ماده ليها تمبريتشر كوفيشنت مختلفه عن الثانيه. خلاص كده؟ لو حصل درجه الحراره زادت المفروض زي ما قلت تاني، لو درجة الحرارة زادت معناها ده يضرب في الكوفيشنت هنا هيزيد، هيغير لي من مقدار درجة الحرارة. طيب الحل بقى ايه؟ الحل في قصة التمبريتشر دي ان احنا لازم نستخدم مواد او ماتيريال في الكويل تكون اعتمادها على الحرارة غير موجود للمرة. أحد هذه المواد هي عبارة عن مادة المنجنين. المنجنين ده هي تقريبا الالفا بتاعتها بتؤول الى الصفر. فبالتالي لو احنا حبينا نستخدم اي اكسترنال ريزيستنس لازم نحطها من ماده مين؟ المنجنين. يبقى الكويل بتاعي بس اللي بعمله من فين؟ من الكفر. لان طبعا الكفر مهم على اساس الماجنتيك فيلد وغيره، فبالتالي الكويل نفسه يتعمل من الكفر. يبقى الكويل هيتعمل من الكفر اللي تقريبا الالفا بتاعته حوالي 4 من 1000. اللي بتكون الالفا حوالي 4 من 1000. اي اكسترنال ريزيستنس احطها بحطها من الماده دهيت. يبقى انا كده بقلل من الافكت بتاع التمبريتشر، انما برضه ما بقدرش الغيه تماما. الايرور الثاني اللي هو الستريت ماجنتيك فيلد. المشكله الثالثه اللي عباره عن الستريت ماجنتيك فيلد. الاوبريشن بتاعه الانالوج ميتر كلها بتعتمد مينلي على الماجنتيك فيلد. ارجع للجهاز الاولاني اللي هو عباره عن الموفينج كويل. كنا بنتكلم على ان في بيرمنت ماجنت بيعمل ماجنتيك فيلد وتيار بيمشي في الكويل. الاثنين دول بينفكت مع بعض ويعملوا مين؟ الطرق. لما هتكلم عن الموفينج اير بتاعنا كنا بنقول ان في تيار هيمشي في الكويل، التيار ده هيعمل ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد ده هيبدا ياتراكت او يباص البيس اوف مين؟ الفاير. يبقى الاوبريشن بتاع الجهاز كلها معتمد على مين؟ على الماجنتيك فيلد. انا بتكلم على الكتريكال ميتر، يبقى اكيد هيكون في وجود دايره كهربائيه. الدايره دي مكونه من كويل او موتورز، والموتورز برضه عباره عن كويل. وكمان اسلاك. اي تيار هيمشي في اي سلك او في اي ملف على طول هيعمل مين؟ ها؟ يعمل ماجنتيك فيلد. الماجنتيك فيلد هيأثر على الماجنتيك فيلد بتاع هذا الجهاز. هيبقى حاجه من الاثنين، هيكون الاثنين في نفس الدايركشن، يبقى الماجنتيك فيلد بتاع الجهاز هيحصل له ايه؟ زاد. يدينا ريدنج اكتر من الواقع. العكس لو التو فيلدز عكس بعض يبقى معنى كده الفيلد الكلي قل، يبقى الميتر يدي ريدنج ايه؟ اقل. الفيلد اللي جاي من بره هو ده اللي بنسميه الستريت. استري يعني هربان او متسرب. فالستري فيلد اللي جاي لي من بره بيأثر على الجهاز. ده بيعمل نسبة خطأ. الخطأ دي برضه ما اقدرش احسبها زي الحالة دي. لأن دي هتعتمد على مدى الفيلد اللي موجود عندنا واتجاه كمان هذا الفيلد. طيب الحل بتاع هذا المشكلة بنعملها ازاي؟
بنضطر نعمل شيل بالشكل ده. يبقى ده عباره عن شيل من الحديد، شبكه من الحديد بيتحط هو منها الجزء الخاص بالموفينج سيستم. بيتحط هنا الموفينج اير انسترومنتس. هنا بقى لما اقول الموفينج اير انسترومنتس بتكلم على الكويل وبتكلم على البيس اوف اير. خلاص هيتحرك. وفي الاخر البوينتر بيكون خارج من هنا وانا شايفه. الشيل زي ما قلت عباره عن شبكه من الحديد، مش لازم تكون مصمطه. شبكه يعني متخرمه وغيره. بتبقى محاطه بالجهاز بالكامل. وظيفتها ايه؟ اي فيل هيجي من هنا هيقابل الشيلد دي ومش هيقدر يخترق ويخش جوه مين؟ جوه الكويل. فبالتالي انا ضمنت ان عندي الكويل اللي موجود اللي بيعمل الحركه الميكانيكيه المجال بتاع مين؟ الكويل بس. طبعا الشيلد دي متطبقه في اكتر من حته. اللي شاف من اي محطه محولات كهرباء هيلاقي حوالين منها اسلوب من ايه؟ من حديد، شبكه من حديد. هي الشبكه دي وظيفتها انها بتوصل الارض عشان اي مجال جاي من قوي محول او هاي فولتج يلمس في الحديد ده ويتسرب لفين؟ للارض. نفس الكلام اللي شاف منه كابلات، كان بيلاقي عليها الاطار الحقيقي عباره عن ايه؟ اطار من حديد. اطار الحديد ده الهدف منه ان احنا برضه في الاخر اي مجال خارج من الكونتاكتور يلمس الحديد يقوم يتسرب لفين؟ للارض. عشان ناجي انا ومعدي عليه ما تاثرش ايه؟ بيه نهائي. فقصه الشيلد دي زي ما قلت عشان خاطر نحمي الموفينج سيستم ده من اي ماجنتيك فيلد جاي له من بره. في بعد كده الايرور الرابع نتيجه للهيستريسز ايرور. الايرورز اللي فاتت دي كلها موجوده على فكره سواء كانت في الموفينج اير او موجوده في البي ام ام سي. الايرور الثاني ده بقى اللي هتكلم عليه دلوقتي ده موجود بالتحديد في الموفينج اير اللي هو الهستريسز ايرور. الهستريسز ايرور ده بيجي من فين؟ من الهستريسز كاركترستيك بتاعه الحديد. ان الحديد بيكون في حاله هستيريه طول ما موجود عليه ماجنتيك فيلد. اللي احنا بنقولها في الاخر وبنبسطها باسم الماجنتايزيشن او عمليه مين؟ المغناطيس. انك انت بتعمل منه قطب موجب او قطب ايه؟ سالب. اللي هو سوري نورث وساوث يعني. نورث بول او ساوث ايه؟ بول. الاقطاب دي بتكون موجوده لو كان الماجنتيك فيلد ثابت في اتجاهه. يعني اتجاه الريد سيكونس زي كده. يبقى اقدر ارص مكان نورث ومكان ايه؟ ساوث. طب افرض بقى الماجنتيك فيلد عمال رايح جاي، يبقى ده معناه ايه؟ النورث والساوث عمالين برضه يروحوا معاه. الكلام ده بيتنقل لمين؟ للاتومز اللي جوه الحديد. زي ما بيكون النورث اتنقل من هنا راح هنا، الاتوم نفسها ما بتبقاش ثابته في اتجاهها. الاتوم رايحه يمين شمال طبقا لاتجاه مين؟ الماجنتيك فيلد. الحاله الاستريه دي هنرسمها ببساطه من خلال الهستريسيس لوب اللي بيكون بالشكل ده. ده علاقه ما بين البي وما بين الاتش. الاتش هنا هو عباره عن الماجنتيك فيلد انتنسيتي. صوت صوت. الاتش هنا عباره عن الماجنتيك فيلد انتنسيتي ودي بتبقى دايركت بروبورشنال مع التيار. الماجنتيك فيلد انتنسيتي ده دايركت بروبورشن مع التيار، يعني يزيد او يقل مع التيار. البي هنا هي عباره عن الماجنتيك فلكس دنسيتي ودي بتبقى دايركت بروبورشن مع الفي. العلاقه اللي قدامكم هي اللي بتقول لي شكل الفي والاي اللي بيكونوا في الحديد نتيجة لتعرضه لأي ماجنتيك فيلدز موجود عندنا. الكيرف ده المفروض ما هو ثابت في مكانه، لا ده الكيرف متحرك طبعا بيستارت من هنا بعد شوية النقطة دي بتختفي. بلاقي الكيرف ماشي على الإطار الخارجي بهذه الصورة. وبيثبت على هذه اللون. اللون ده هي طبعا بتتغير من مادة ل
لماده اخرى. يعني لما اتكلم على الكاست ستيل غير لما اتكلم على السوفت اير غير لما اتكلم على اير مطعم بمواد اخرى زي البرونز او غيره. كل ماده من دول ليها الحته بتاعه الاستريس اللي موجوده عندنا هنا. النقطه دي كل ما عليت لفوق معناها ان الماده دي كيبابل ان يتعمل منها بيرمننت ماجنت، بحيث ان انا بمغنطها مره يعني بعرضها الماجنتيك فيلد مره وبشيل الماجنتيك فيلد ده بالكامل. لما هشيل الماجنتيك فيلد المفروض انها ترجع لفين؟ لمكانها. بعض الحديد لها هيثبت فين؟ هنا. في الحاله دي بتقول الماده دي قابله ان يتعمل منها بيرمننت ماجنت، اقدر اعمل منها بيرمننت ايه؟ ماجنت. المواد الغير مغناطيسيه زي النحاس والالمنيوم وغيره، الكيرف ده بيضمحل الاريا دي وتبقى تقريبا كلها ماشيه على الخط ده والخط زيه فين؟ تحت. يبقى الاريا اللي موجوده عندنا بتاعت الحدود بكام؟ بزيرو. عشان كده ما ينفعش اي حال من الاحوال يتعمل منها مين؟ مجريت بيرمنت ايه؟ بيرمنت ماجنت. طيب قصه دي بقى في القراءه ايه؟ القصة هنا انك انت لو زودت التيار هيزيد معاك الكيرف هنا. طب لو قللت التيار هيقل معايا التيار هنا. فهدي مثال بسيط، لو انا عاوز اقيس 10 امبير. ال 10 امبير دول ممكن يتقاسوا في الدايرة بطريقتين. الطريقة الأولى ان هيبدأ اللود كارنت يزيد من صفر لفين؟ ل 10. يبقى إذا أنا بتكلم سي على ال 10 هنا. ادي ال 10 امبير اللي هي كورسبوندنج لاتش ده. لو كان التيار بيبدا يزيد من الصفر لل 10 يبقى انا رايح من الشمال لفين؟ لليمين. يبقى الماجنتيك فيلد اللي هيتعمل في الدايره اهو ده البي بتاعت ال 10 ده. اسيوم بقى انك انت هتقيس ال 10 بس بالعكس، ان كان اللي ماشي في الدايره كام؟ 20. وانت قللت التيار او اللون بتاع الدايره بحيث التيار نزل من كام لكام؟ من 20 الى 10. يبقى انت بتتكلم هنا فين؟ في الراجع. لما اكون بتكلم في الراجع يبقى انا ماشي كده. هنا طبعا كنت ماشي كده. هلاقي ان انا بقيس دي اهي. يبقى برغم ان البوينت بتاعي ماشي فيه 10 امبير انما هيعمل لي ماجنتيك فيلد يعتمد على ال 10 دي جات ازاي؟ من الزياده ولا من فين؟ من النقصان. عشان كده بنفس القيمه ممكن الميتر يدينا قيمتين او قراءتين مالهم مختلفتين. العمليه دي بتبقى واضحه في الموفينج اير وبتزداد معايا كمان في حاله مين؟ حاله الاي سي. ليه؟ لانك انت حاله الاي سي انت بتدخل تيار بالصوره دي. ادي الاي بتاع الاي سي. الكيرف اللي موجود قدامك ده هو اللي بيشرح مين؟ الجراف ده. ازاي؟ التيار بيبدا يزيد من صفر لفين؟ لاي ماكس. هي دي الطلعه دي لو هتديها من الاول اهي. خلاص كده؟ التيار زاد من صفر للماكس. عمل لي ماكسيموم ماجنتيك فيلد. في نفس الهاف سايكل الاولى التيار عمل ايه؟ نزل من الماكسيموم لفين؟ للزيرو. هلاقي ان الكيرف ده التيار ينزل للماكسيموم لفين؟ للزيرو. نزل هنا اهو. رجع بعد كده التيار قلب نفسه فين؟ بالنيجاتيف اهو. يبقى التيار ماشي كده وصل للماكسيموم نيجاتيف. هلاقي الكيرف ده هيكمل ويوصل الى الماكسيموم نيجاتيف هنا. يرجع بعد كده التيار يوصل الى البوزيتيف مره ثانيه، يبقى يوصل لي عند الاتش بيساوي فين؟ هنا. يبقى السايكل دي او اللوب دي بتتعمل كام مره في الثانيه الواحده؟ 50 مره. ايه اللي حصل هنا؟ انك انت مره خليت البي بوزيتيف، مره خليت البي ايه؟ نيجاتيف. لما البي بوزيتيف معناها بتحرك الاتوم كده. طب خليت البي نيجاتيف، حركت الاتوم فين؟ الناحيه الثانيه. ده معناه ان انا عندي حركه للاتوم متواصله 50 مره. شوف صوت يا شباب. 50 مره زي ما قلت في الثانيه الواحده. الهستريسيس لوب دي الحديد بتظهر لي بصورتين. اول صوره اللي هو عباره عن الايفكت بتاع الهيت، لان الاتوم لما بيتحرك يمين وشمال بيعملوا مع بعض، ها بيحتكوا مع بعض. وخد بالك
عدد الاتوم اللي بيحصل لها هذا الكلام بيزيد مع زياده مين؟ التيار. لانك انت لو قللت التيار وقفت هنا اللوب دي كلها هتنزل هنا، لو زودت هتزيد هناك. يبقى اول حاجه بيظهر لي الهيت، وطبعا ده انت لو مسكت ترانسفورمر ووصلته بيه السبلاي ومن غير ما تاخد عليه اي لود هتجد الترانسفورمر حصل له ايه؟ دافي او سخن، خلاص كده؟ او حتى الشاحن بتاع اللابتوب او شاحن الموبايل لو سبته في شويه كار هتلاقي الجسم بتاع الشاحن حصل له ايه؟ دافي سخن. الدفيان ده لان اي شاحن موجود فيه ترانسفورمر، الترانسفورمر معناه قلب حديد وملفوف عليه حوالين منه سلك. القلب الحديد بيحصل فيه مين؟ هذه القصه اللي عباره عن اول حاجه مين؟ الهيت اللي انا بحسه في صوره الدفيان. الصوره الثانيه الاتوم هي بتتحرك بتخبط في بعضها. التخبيط ده بيظهر لي عن طريق نويز. يبقى بنلاقي كمان نويز موجود عندنا. الكلام ده على فكره كمان بيزيد مع زياده الفريكونسي. احنا بنتكلم على الباور فريكونسي اللي هو 50. تخيل بقى انك انت لو استخدمت ده مع فريكونسي 1 كيلو. طبعا ال 1 كيلو معالجه ثانيه خالص. ممكن تلاقي الترانسفورمر هو على الترابيزه عمال يلعب نتيجه لمين؟ للتغيرات دي. عشان كده لازم يتربط كويس فين؟ في المكان اللي هو موجود فيه. النويز دي انتوا بتحسوها. النويز دي بتحسوها، هل حد منكم سمع النويز قبل كده؟ ها سمعتوها؟ ها؟ ما حدش منكم خالص عدى جنب علبه محولات او اوضه محولات تحت اي عماره؟ الساعه 6 7 بالليل بتحسوا بايه؟ الزنه دي هي زنه مين؟ الهستريسس دي. هي دي بنسميها بقى مين؟ النويز. وطبعا لازم يحط على الاوضه دي حته فان على اساس يعمل عمليه ايه؟ تبريد. طبعا دي مش كافيه، ده جاست بيسحب مين؟ الحراره. ده احنا بنيجي في المحولات الكبيره بنبردها بالزيت او بنبردها بالهيدروجين او بغيره. بحيث ان احنا بنعمل باكتس ندخل فيها الزيت البارد ونسحبه يطلع سخن. ندخله على كولر يبرده ونعمل له انجكشن مره ثانيه ويقعد يبرد ايه؟ باستمرار. طبعا ده عشان النويز، عشان الهستريسيس بالاضافه الى الكبر. انما احنا كلامنا هنا في النويز. النويز بقى دي ليه بتظهر الساعه 6 بالليل وما تظهرش الساعه 6 الفجر؟ عشان قصه بقى مين؟ الاحمال. انت طبعا الكلام ده كله بيعتمد في الاصل على مين؟ على الاي مش الفي. لانك انت كل ما زودت الكيرف بتاع الاي ده الاتش ده بيتحدف ناحيه مين؟ اليمين. فكل ما بتزود التيار فانت بتزود مين؟ المجال اللي موجود في الترانسفورمر. ده معناه ان الزنه هتزيد والحراره تزيد. لما بتكلم على الساعه 6 الفجر طبعا او الساعه 5 الصبح او الفجر بيكون بقى الجو الناس كلها تقريبا شبه نايمه، يبقى الاحمال مالها؟ قليله، يبقى التيار قليل، يبقى انا رميت الكيرف ده ناحيه مين؟ ناحيه الشمال، يبقى ما عنديش ماجنتيك فيلد كتير، ما عنديش نويز ايه؟ كتير. طبعا مشكله بقى الاستريسز دي مالهاش غير علاج واحد. العلاج الوحيد ان احنا نحاول نقلل من مين؟ من الاريا دي، يعني بحيث ان انا اخلي الاريا بتاعت الكيرف تبقى لي حاجه بالصوره باينه. لان اللوسز او الايرور بيعتمد على الاريا اللي موجوده عندي. طالما ان انا قللت الاريا دي هيبقى الفرق اللي ما بين التيار اللي طالع والتيار اللي نازل يكاد يكون بسيط، فبالتالي احنا عملنا مينيمايزنج لهذا الايرور، ولكن زي ما قلت ما نقدرش ان احنا نشيله. النوع الثاني من الايرور اللي هو بنسميه الرياكتنس ايرور. الرياكتنس او ساعات بيسمى الفريكوانسي ايرور. الرياكتنس طبعا جايه من الاكس اللي عباره عن اوميجا ال. الرياكتنس ايرور ده اللي شفناه من شويه في الاميتر او شفناه في الفولتميتر. الرياكتنس ايرور ده معناه ان انا لو كنت هخلي السيستم بتاعي زي ما هو يبقى اكيد الرياكتنس بتعمل لي مشكله، اللي قلنا الفرق ما بين الاي سي وما بين الدي سي. الحل بتاع الرياكتنس ايرور قلناه في الاميتر لازم نخلي ال ام على الار ام كنسبه ال شنط على الار شنط، او في الفولتميتر احط الاس اللي عباره عن ال ام على الار اس سكوير.
ده العلاج بتاع الرياكتنس ايرور، وفي نفس الوقت بنسميه برضو العلاج الخاص بالفريكوانسي ايرور. حاطين الصوت، الصوت فين؟ الايرور اللي بعد كده اللي هو عباره عن الايدي كرنت ايرور. الايدي كرنت ايرور ده بيظهر لي في حاله الاي سي، ما بيظهرش في حاله الدي سي. احنا بنتكلم على بيس اوف اير بتتحرك في وجود مجال مغناطيسي جاي لها من الكويل اللي هو الفاي اوف تي. الفاي هي الفلكس بقى الكل، البي هي الفلكس دينستي اللي هي الفاي على الاريا. طالما الفلكس بيتغير مع الزمن وبيمر بحته حديد، ده معناه هيتولد في الحديد ده اي ام اف. الاي ام اف دي بتساوي ناقص الدي فاي باي الدي تي. طبعا لو شغال دي سي يبقى الفلكس بتاعي لا يعتمد على الزمن، يبقى الدي فاي باي دي تي بكام؟ بزيرو. ودي ما كانتش موجوده في حاله الموفينج كويل انسلوي اللي هو البي ام ام سي. حالتنا هنا احنا بنشتغل بعض الاحيان اي سي. الفلكس ده جاي من التيار او الفولت اللي انا عاوز اقيسه. الشرط الماينس دي بتاعه لينز اللي جاي من لينز لو، اللي هي عشان تقول لي ان الفلكس ده لما يعمل اي ام اف في الحديد دهيت هيتقسم على الريزيستنس بتاعت الحديد ويعمل لي تيار بالشكل ده. التيار ده هو اللي احنا بنسميه الايدي كرنت. طبعا التيار ده هيعتمد على مقدار الفلكس اللي موجود عندنا. حسب الكلام بتاع لينز ان الايدي كرنت او التيار الدوامي اللي ماشي في الحديد ده هيعمل فلكس بيعاكس مين؟ الفلكس الاصلي. يبقى معنى كده محصله الفلكس الكلي بيحصل لها ايه؟ بتقل. ده معناه ان الميتر هيدي لنا ريدنج اقل من المطلوب. طبعا ده علاجه هنا في حالتنا ملوش علاج. ليه؟ لان العلاج الوحيد ان انا اصغر الباصات بتاعت الايدي كارد اهي. الدواير دي بتبقى ماشيه في مشوار طويل فبتعمل فلكسات كتيره. الحل ان انا اقللها زي اللي شاف منكم ترانس، ان احنا بنشرح مين؟ الكور. بدل ما تكون كتله الحديد صلبه، لا بنقسمها الى شرايح ونعزل مين؟ هذه الشرايح. الشرايح لما تتعزل يبقى انا قللت من الطفات بتاعه الايدي كارت. هنا ما اقدرش اعمل الكلام ده لان حته الحديد ما اقدرش اقطعها وارجع اجمعها مره اخرى. فعشان كده الايدي كارت ده موجود وما نقدرش احنا نتغلب عليه. انا كده خلصت الشابترين بتوعي، واي سؤال في الكلام ده؟